لكنها برضه خلينا لكنها تعمل في اراضي جزائريه. طبعا كويس، ما هو النجاح امر الجزائر. ايوه معلش، ما هو بص يا كابتن، هو هي يعني معادله زي ما الكابتن معادله. احنا رايحين نعمر، لكن في نفس الوقت هي ابواب للرزق مفتوحه. اكيد خلينا نتكلم أكيد. يعني هي علاقه زي ما الكابتن متعدد بالظبط، احلى معادله. ومعادله خليها معادله كلها كانت ماشيه كويس وهتمشي كويس لا هديه يا كابتن، هديه النهارده ما جاش تليفون واحد. والله يا كابتن متاكد؟ كابتن مدحت ما جاليش النهارده ولا مره. انا تجولت في الشوارع الجزائريه، الناس فعلا صدقني والله ناس طيبين جدا. احنا هناك زي ما ضد شعب الجزائر، وعمرنا ما هنكون ضد شعب الجزائر. شعب محترم أكيد. وشعب مكافح أكيد. وكل حاجه، انما القله اللي هي طلعت في بعض التصرفات. يعني خبر القتل يا كابتن مصطفى هو ده اللي بهدل الدنيا. خبر سيء جدا، ده خبر. طب اللي عايز اقوله لك، يعني احنا بنبقى ضد تصرفات خاطئه. يعني مثلا النهارده في اجتماع امني معمول، حاضر والتر جاج وحاضر ناس موجودين، حاضر هنا بريده، ما حضرش حد من الجانب الجزائري. طب ما هو ده اللي بيزعل شويه. ما انا ليه عارف ليه يا كابتن مصطفى؟ قال لك عشان ما يلتزموش بالاجراءات الامنيه. فالراجل والتر جاج قال هنطبع الورق ونبعته لهم هيلتزموا بيه غصب. وهم راحوا ردين قال لك احنا ملتزمين بكل ما يصدر عن هذا. لو حاجه زي كده حصلت من الوفد المصري كان يسكتوا عليها؟ لا شعبيهم ولا برد فعلهم. احنا برضه ما احنا في يعني الاجمل كابتن مصطفى وكابتن الاجمل ان احنا نكون ملتزمين. صحيح، كل الناس بتشيد بالتزام المصريين. بس الحاجه اللي زعلتني قوي كابتن مصطفى النهارده، انه حصلت مبادره جميله من رئيس الجمهوريه السودانيه. ما لسه كنت هقول لك ايه اللي حصل في المؤتمر. انت حضرتك عارف. انت انا بسالك لان انت كنت جايبه على الهواء. الحقيقه الفريق عمر البشير عمل مبادره رائعه. جميل. وجاب وزير الشباب الجزائري السيد هاشم جيار، وله كل الاحترام والتقدير. طبعا. والسيد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضه اللي هو وزير الرياضه عندنا. صحيح. وجاب الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري، والسيد محمد روراو رئيس الاتحاد الجزائري، وهنا بريده واعتقد احد المسؤولين هناك. واتكلموا، كان الكلام جميل، وعملوا مؤتمر صحفي. تحدث حسن صقر وتحدث هاشم جيار، ثم تحدث سمير زاهر وقال لك وانا يا سيدي عشان الناس تعرف مفيش حاجه، انا رايح اسلم على محمد رورا. اخذ بعضه ومشي. مشي محمد. كانت فرصه العمر ان احنا نطفي النار دي. هل ده مش مسؤول في الجزائر؟ كانت فرصه العمر ان النار دي. ما انت بتكسب ولا انا غلطان يا كابتن؟ ايوه انا معاك غلطان. انت انا معاك كده كسبان. انت كسبان بتكسب. بس هو يبقى دلوقتي مين اللي بيخلق المشاكل؟ طبعا انت يعني انت بتكسب بونت الحقيقه. ولكن عجبني جدا يا كابتن مدحت رد الكابتن سمير زاهر. طبعا اكيد طبعا عليا، وقال لك احنا هيكون ردنا ان احنا هنفوز بس، وده حقنا الطبيعي. بالظبط بالظبط. هو انسحاب روراوه من السلام على الكابتن سمير زاهر لا يقلل من الكابتن سمير، بالعكس ده يكبر الكابتن. انا دايما اقول اللي بيعتذر هو الاكبر، اللي يتسامح هو القادر الاقدر. لكن اللي ينسحب من المصافحه اكيد هو الاقدر. طب انا هقول لك على حاجه. اتفضل. انت عارف ان في زمايلي اصحابه وزمايلنا كلهم من دول الخليج في الاتحاد الدولي والكلام ده. الناس دي كانت بتحذرني من روراوه من سنين. كنت باجي اقول لسمير زاهر وبعض الناس وقت ما كنت موجود في اتحاد الكوره، كل واحد يقول لك على روراوه ده راجل جميل وشخصيه. قلت لهم خلي بالكم منه، خلي بالكم منه، الصوره واضحه قدامي. احنا جبناش كلام من عندنا. مظبوط مظبوط. انا شخصيا على المستوى الشخصي بحب روراوة، ومحدش يشوف حاجه بهذا الكلام. انا مش عايز اشوف. انا شخصيا بحب روراوة على المستوى الشخصي، وشايف انه شخصيه بتحب بلدها وبيجتهد من اجل اسعاد بلده. بس انا عندنا الاخرين. بس انت عندك ده يا اسمها سمير زاهر، يعني لازم تتكلم على الشاطر اللي عندك. يعني ده هي بجد شاطر. انا معاك واضح وربنا. بس هو يعمل كل حاجه لبلده بس مش على حساب مصر. اقول خبرين مضروبين بس، يعني البعض يقول لك انه في جماهير جزائريه بتشتري اسلحه بيضاء. طبعا اخبار مدسوسه. لا دي سلوكيات الجماهير الجزائريه. عندنا الناس بتوعنا بالشوم هناك. لا يعني لانه ده اخبار بتندس يا كابتن متعب. اكيد اكيد. تخوف الناس انها ما تروحش. يعني بقى متوتره الجزائر. ده خبر مهم كنت عايز اقوله. والخبر الثاني بقى هو الخبر الاجمل. انه احد المشايخ السودانيين الشيخ البرعي كان في مصر، كان عنده مشاكل صحيه وهيجري عمليه جراحيه. كان عاوز يغير الكلى. تغيير كلى. وهو الراجل يعني بيتبارك بأولياء الله الصالحين. وراجل راجل اي نعم راجل جميل. فاخذ يزور الاولياء ويدعو على المولى عز وجل، ومن هنا لهنا لهنا لهنا. صحي الصبح يا كابتن مصطفى ما فيش حد. سبحان الله. تحب تشوف الفيلم؟ يا ريت. نشوف الاوبريت. بينا عفيف على الاوبريت. يا ريت.